مستمتعين طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، مستمتعين بلقائي مع كابتن عدلي القيعي. الحقيقه كلام وملفات كتيره فتحناها، واتمنى ان شاء الله يمكن الجزء اللي جاي كمان مرتبط اكتر باتحاد الكوره، المسؤول الاول عن الكره المصريه، واللي نتمنى الحقيقه يعني انا طرحت ده في اكتر من مناسبه، ويمكن هطرح ده على سياده المهندس عدلي القيعي. نتمنى انه فكره رابطه الانديه بقى نشوف ده بيتفعل، انه الاتحاد يبقى مسؤول اكتر عن المنتخبات، عن تطوير الكره المصريه بشكل عام، لانه الحقيقه وجود الاتحاد في الجو ده، واعتقد انه كتير من القرارات او كتير من مش عايز اقول الاخطاء المقصوده، ولكن هي اخطاء في النهايه دفعت الانديه كلفتها وفاتورتها وتاثرت بيها بشكل او باخر. مره ثانيه برحب بيك يا باشمهندس، وكلمنا عن اتحاد الكرة. يمكن انا في حلقه من حلقات الاهلي في رمضان قلت شيف محمد عبد الباقي طبعا شرفنا ونورنا، اهلا بيك شيف محمد. كل سنه وانت طيب ومتالق دائما بسحور اكثر من رائع، نتمنى انه يعجب مهندس عدلي القيعي. انا متعود عليك. نتصحى سوا مع بعض النهارده ان شاء الله. طيب خليني اسالك على اتحاد الكرة. قلت في مره من المرات انه افهم انه اتحاد الكرة المصري يبقى على مسافه واحده وعلى حياد من كل الانديه المصريه ما دام الامر يتعلق ب مسابقات محلية، لكن لما يكون النادي الأهلي هو ممثل مصر، هو بطل إفريقي وممثل مصر الوحيد في دوري أبطال أفريقيا، هنا الحياة بالنسبة لي مش منطقي ومش مقبول ومش مفهوم. تتفق حضرتك معايا في الجزئية دي؟ لا شوف، أنا متفق معاك على الفلسفة. أي. مختلف معاك على التوصيف. تمام، طيب اشرح لي وجهة نظرك. يعني مسألة إن اتحاد الكرة ما فيش حاجة اسمها على مسافة واحدة. أيوه. اتحاد الكرة ده بيعمل نظام بيطبقه بلايند كده، لكن وهو بيعمل النظام بيراعي الأندية المشتركة في البطولات الإقليمية. تمام. من ضمن البطولات بالأهمية كده. يعني إيه راعي؟ يراعي إن يهيئ لها القدرة على المنافسة العادلة في المسابقة الإقليمية. يعني مش معقول أنا أروح منهك وكل الفرق اللي بتنافسني في كل الدوريات المنافسة إقليميا الإفريقية مثلا أو حتى العربية تبقى بتحظى بكل الدعم والرعاية والراحة، وأنا هنا أنا ضاغط على فرقي. يطلع بقى الأهلي، يطلع الزمالك، هنا الاختلاف. تمام. مش الأهلي، أنا مش عايز حد يعمل حاجة للأهلي. أي. أنا عايز حد يعمل لبطل مصر، للأندية المصرية. تمام. أنا بالصدفة إن الأهلي هو اللي مكمل. أي. طب ما السنة اللي فاتت كان الأهلي والزمالك بيستفيدوا من كل التسهيلات اللي ما كانتش كبيرة الحقيقة. السنة اللي قبليها لا، كان في استفادة كبيرة من التسهيلات وخصوصا في الكونفدرالية. وأنا أرى إن ده كان حق الزمالك. مفيش حاجة اسمها إن أنا لا، أنت لما بتلعب بطولة إقليمية وتكسبها بيتحسب إن الأندية المصرية كسبت. مظبوط. وبتروح يتردد اسم الكرة المصرية، مش مصر، اسم الكرة المصرية اللي بتعكس مدى نجاحك الرياضي. هل قام الاتحاد المصري بالدور ده من وجهه نظرك مع الاهلي؟ السنه دي في مقابل بقى اللي انت شرحتها الحقيقه بطريقه مميزه جدا، هو انا تحيزي للنظام ودعم التحكيم اتقل ولا صالح الكره والنتائج التي تتحقق لصالح الكره المصريه والمنافسه العادله؟ المنافسه العادله عادلة. ما يحدث ليس منافسه عادله اطلاقا. لا يمكن انا اللي اشوفه كميه السفر يا جماعه. الارهاق مش معناه ان انا مجهد بدنيا. الارهاق ان في انا زهقت من الكوره، انا زهقت من ان انا اوضب شنطتي وافكها واسافر واروح واجي واعمل مسحه وانزل اعمل مسحه في السفر يعني حياه غير مستقره على مدى بقى لنا كام شهر دلوقتي. ومواسم متلاحمه. هل انت ده بيخدم، خدها بقى في الصوره الاكبر والاشمل، المنتخب الاولمبي ولا منتخب مصر الاول؟ بالتاكيد هياثر عليه، بالتاكيد بالسلب. انا النهارده لما بشوف كابتن شوقي غريب ولا كابتن حسام البدري، الله يكون في عون الاثنين على اللي هيحصل لهم نتيجه الـ الضغط على الانديه المصريه وخصوصا الاهلي. المساله ما فيهاش اشمعنى. معلش انا ما ترجمش ده، يعني لما اجي احاسب مسؤول عن اداره الكره المصريه ما ترجمش ده كنوع من الاخفاق؟ يعني اذا كان ما هو واحد من اهم اهداف المسابقه. انا بيبقى في حاجات مش عارف افسرها يا استاذ احمد. اه يعني احنا عندنا مفيش حاجه من غير مبرر برضه. انا هدي لك مثالين واضحين جدا. ايوه. الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كره اليد، في كره اليد عمل ايه لكره اليد الاهلي العالميه
وعمل ايه لكره اليد الافريقيه وعمل ايه لكره اليد المصريه؟ وصلها لفين؟ ده جاب لك كاس العالم عندك وخلاك نظمته باعلى مستوى وقدمت اقوى مستوى، كل ده بالمساندات وبالسياسات. ايوه. النهارده الاستاذ هاني ابو ريده، كابتن هاني ابو ريده يملك عنده الخبره مؤكد، عنده الاتصالات، ده اقدم من انفنتينو في الاتحاد الدولي، عنده كل في الاتحاد الافريقي هو الاقدم على الاطلاق. ايه انعكاس ده على الكره المصريه؟ ما زلنا نعيش امنيات ان احنا لسه بتقول لجنه الانديه. ليه بقيت انا خاف؟ تصدق انا بقيت اخاف من تطبيق النظام الدولي؟ يعني انا الفار 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 الفار، انا كنت بطلع اقول بس المهم ان الفار لما يجي ما يتاثرش بتوجهاتنا وباسلوبنا. احنا مصرنا الفار، حطينا بصمتنا، مصرنا الفار.